نرجو أن تبينوا لنا الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، وإذا كانت في بلد يضطهدون المرأة التي تغطي وجهها، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أو تلبس البرنيطة؟ الحجاب للمرأة المسلمة هو الذي يستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان عند خروجها أو بروزها عند الرجال، تغطي جميع بدنها ولا يظهر منه شيء، هذا هو الحجاب الذي أمر الله به وفرضه على نساء المسلمين. وإذا صارت في مجتمع يجبرونها على ترك الحجاب فلا تسلم لهم، عليها الصبر، عليها الصبر والتمسك بالحجاب والتمسك بدينها، ولو نالها ما ينالها من الأذى فهي على أجر، وهي مأجورة على صبرها وتمسكها بدينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. نعم.